قلت لكم أيضا الشيخ عبد القادر الجيلاني رؤيا ملتصقا بأستار الكعبة وسمعه الذين يطوفون من حوله يقول: اللهم إن كنت لا تريد أن تغفر لي ذنوبي يوم القيامة فاحشرني أعمى حتى لا أختجل أمام الناس الذين يحسنون الظن بي. من الذي يقول هذا الكلام؟ الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي تواترت عنه الكرامات والقربات من أقرب المقربين إلى الله، لكن كيف كانت مشاعره؟ كانت مشاعره أنه إنسان عاصي، إنسان فقير، إنسان تائه، إنسان مذنب، إنسان حقير، كل الناس أفضل منه، هكذا. ولذلك كان يقول هذا الكلام، وهذا أمر عسير.